مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده اسبوع مهم جدا، بنتابع فيه كل التطورات على الارض مع المواطنين في كل مكان عن نتائج وتداعيات قرارات الحكومه والبدء في الاصلاح الاقتصادي بتعويم الجنيه وتحريك اسعار المحروقات ضمن خطه الاصلاح الكبرى. احنا كنا معاكم يوم الخميس الماضي، تابعنا كل نتائج التعويم وتابعنا ايضا تحريك المحروقات، لكن دلوقتي نشوف النتائج على الأرض ونشوف كمان تغيير في حدود الكريدت كاردز. هيكون معنا عدد من الفقرات. الأول لازم نعتذر عن تأجيل فقرتنا الأسبوعية المهمة 4+1، بعتذر لجمهورها وبعتذر لضيوفها أيضا، لكن هنعودها الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأن النهاردة الحقيقة نريد أن نفرده لهذا الشأن الاقتصادي المهم واللي هو شأن الناس. الحقيقة حياة الناس، تفاصيلها، المواصلات، الميكروباص، التاكسي الأبيض، النقل، للمترو، كل التفاصيل دي هتكون معانا. هنكمل برنامجنا بعد الساعة 11 على سي بي سي اكسترا، يعني اللي عايز يتابعنا بعد 11 وعايز يتفرج على هذا البرنامج هنا العاصمة ممكن ان هو ينتقل لسي بي سي اكسترا. هنكمل ال 12 ويمكن بعد كده، لكن الساعة 11 يكون في طبعا برنامجنا اس ان ال موجود على سي بي سي. النهارده عندنا فقرتين مهمين. الفقرة الأولى هتكون عن مبادرة اتحاد الصناعات بزيادة رواتب العاملين في المنشآت التابعة لهم ممن هم مرتباتهم أقل من 1200 جنيه بنسبة من 5 ل 10%. الحقيقة أن دي مبادرة مهمة. هنسمع كم منشأة صناعية وافقت على ده. الحمل لازم يتوزع علينا كلنا، وهنتكلم على ازاي الحمل يتوزع علينا كلنا، لكن الحقيقه ان دي مبادره مهمه من اتحاد الصناعات واللي بيقوده النائب محمد السويدي، وهيكون معانا طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، واحمد سمير رئيس لجنه الصناعه في البرلمان، وحسام فريد عضو اتحاد الصناعات ايضا. الفقره الثانيه هنتكلم فيها، هنقدم فيها خدمه مهمه جدا للمواطنين تتعلق بمنافذ السلع المخفضه. زي ما احنا عارفين بالامس السيد رئيس الوزراء اعلن قرار الحكومه بزياده الحصه التموينيه لكل مواطن من 18 جنيه ل 21 جنيه. كانت الحصه دي قبل كده زادت ل 18 جنيه، كانت اعتقد 15 جنيه وبعدين بقت 18 جنيه في ابريل الماضي بقرار من الرئيس السيسي. دلوقتي في زياده اخرى نتيجه يعني التضخم المرتقب، نتيجه ارتفاع الاسعار، نتيجه الديفالويشن، ففي رفع جديد في حصص بطاقات التموين من 18 ل 21. هنعرف يعني دول يعملوا ايه. يمكن حد يقول لك ده 3 جنيه دول ما يعملوش حاجه، لكن الحقيقه انها برضو بتزود حصه لاصحاب بطاقات التموين، وبالتالي ده بتزود في النقاط كمان، بتبقى مهمه جدا في النقاط. وهيكون معانا عدد كبير من المسؤولين في وزاره التموين وفي المنافذ الاخرى. لكن خلونا نبتدي بكلام اخر مهم. احنا اتكلمنا عن التعويم، شرحنا لكم يعني ايه الدولار بقى متعوم، شرحنا لكم انه الدولار اصبح سلعه زيها زي اي حاجه تانية، زي اي سلعه موجوده، زي الخضار، زي الفاكهه، زي الذهب، زي اي سلعه اخرى موجوده في الاسواق، وبالتالي التعامل عليها بيبقى عرض وطلب. وايضا جات الحكومه في نهايه يوم الخميس واعلنت البدء في تحريك اسعار المحروقات. ده معناه ايه بالنسبه لحياتنا ومعناه ايه بالنسبه للصوره الكامله؟ خلونا دايما نبص، نحاول نبص على الصوره الكامله ونشرحها للناس بالراحه كده. ده بدايه تغيير في المفهوم الاقتصادي اللي احنا بقالنا اكتر من 60 سنه عايشين فيه. منذ ثوره 52 ورئاسه الرئيس عبد الناصر ودور الحكومه نتيجه التحول في الاقتصاد الى اقتصاد اشتراكي، وكانت كان العالم كله بيتحول هذه التحولات. الاقتصاد الاشتراكي ده كان يقوم على ان الدوله هي بابا وماما، الدوله هي التي هي اللي بتوظف، الدوله هي اللي بتاكل، الدوله هي اللي بتشرب، الدوله هي اللي بتدعم، الدوله اللي بتقدم المواصلات، الدوله اللي بتقدم مواصلات مجانيه او مدعومه بشكل كبير، الدوله بتشغل المواطنين، الدوله بتدعم الخبز، الدوله بتدعم السلع، الدوله بتدعم البنزين والمحروقات، الدوله بتدعم كل شيء، الدوله بتساند الجنيه. ده كان دور للدوله في حقبه معينه من الزمن. ابتدينا نتدرج في هذه السياسات بشكل ما كانش كان مشوه الى حد كبير.
اللي حصل يوم الخميس هو بداية عهد جديد، بداية تغير جديد في المفهوم الاقتصادي، بداية كسر صنم الدولة كمورد أساسي، كمنتج أساسي، كداعم أساسي، ونبتدي نشوف دور جديد للدولة. الدولة مش هتأكلنا ومش هتشربنا ومش هتشغلنا ومش هتدعم لنا المواصلات وكل شيء، قد تدعم ده للطبقات محدودة الدخل، ولكن سيترك هذا للعرض والطلب ويصبح للدولة دور مختلف، دور مغاير تماما للدور اللي كانت الدولة بتلعبه. اللي حصل يوم الخميس هو أول تحرك لكسر أصنام الاقتصاد الاشتراكي، أتمنى أن يستمر، ولكن أتمنى أن يستمر بضوابط، بضوابط إن إحنا نترك الأمور للرأسمالية المتوحشة، فده هياكلنا كلنا غني وفقير، لكن إحنا محتاجين دور مختلف للدولة، محتاجين دولة تستثمر في التعليم وفي الصحة وفي المواصلات العامة وفي الخدمات، ودولة رقيب حاسم، ويعني حاسم وفاصل بين السلطات، وفاصل كمان بين الـ يعني يراقب الاحتكارات ويراقب المنافسة في الأسواق. هو ده اللي يهمني في دور الدولة. أنا مش عايزة الدولة منتج، أنا مش عايزة الدولة منافس، أنا مش عايزة الدولة، بتكلمش على أنا، بتكلم كالمواطنين يعني، مش عايزين الدولة منتج ولا منافس ولا مورد، إحنا عايزين الدولة رقيب، عايزين الدولة مقدم لخدمة جيدة يعني تصل إلى حد الممتازة بالنسبة للمواطن، عشان أقدر أركب مواصلات محترمة، أقدر أدخل مستشفى أتعالج فيها، أقدر أخد تعليم محترم. حد هيقول لي أنا بنتكلم الكلام ده كتير وده هياخد وقت طويل جدا، ده حقيقي. وحد تاني هيقول وإحنا بنسمعه، وشمعنا إحنا؟ ما إحنا طول عمرنا عايشين في ظل دولة تحمينا وتقدم لنا الحاجات بأسعار مدعومة، اشمعنا احنا؟ اشمعنا احنا اللي هنعاني ده من دلوقتي؟ الحقيقة انه هذه الدولة اختارت هذا الخيار لأنه لم يكن هناك بد من هذا الخيار، ما كانش فيه طريق تاني، ما كانش فيه طريق تالت، ما كانش فيه طريق ان انا اقدر استمر في هذا الامر. لو كنا استمرينا بالشكل ده الجنيه كان هينهار لوحده، الأسعار كانت هترتفع بشكل رهيب لوحدها، الخدمات كانت هتتدهور، وهي ابتدت تتدهور، بقالنا سنوات بنشهد تدهور حاد في الخدمات في كل القطاعات، مترو، ميكروبا، كل حاجة بتقدمها الدولة، قطارات، الحوادث اللي بتحصل دي مش بس عوامل بشرية، و الحوادث دي نتيجة ان احنا مش قادرين نستثمر، الناس بتموت عشان احنا مش قادرين نستثمر لا في القطارات ولا في الشوارع ولا في ولا في الموارد البشرية. وبالتالي هذا امر لا بد منه. ده خيار، ده ما كانش اختيار رفاهية. يعني اكيد ناس كتيرة كان ممكن تحب تستمر في هذا الامر، تاخد كهرباء ببلاش. انا شخصيا كنت احب جدا اخد كهرباء مخفضة، بنزين عربيتي يفضل مخفض، كل حاجة تفضل مخفضة. والحقيقة وانا ست بسافر كتير، مصر من ارخص الدول في تقديم الخدمات دي. لكن هل ممكن ده كان يستمر؟ ده ما كانش ممكن يستمر على الاطلاق. الجنيه زي ما قلت لكم كان هينهار لوحده، الخدمات كانت ابتدت تنهار، وبالفعل بقالها سنوات في حالة انهيارية سيئة جدا ومشكلات كثيرة. ما كانش عندنا حل غير ان احنا ناخد هذا الحل، وتبتدي تخرج الدولة تدريجيا من تقديم دورها كداعم لكل الخدمات وداعم لكل السلع والمحروقات، وتبتدي تقوم بدورها كرقيب. وهنا بقى الحمل على الدولة، هنا بقى احنا هنقسم الأدوار، كل واحد فينا له دور، الدولة لهم دور، المواطن عليه دور، القطاع الخاص عليه دور، احنا كميديا علينا دور. ونبتدي بدور الدولة. الدولة عليها دور الرقابة، والنهاردة ابتدينا نشوف
مجموعة من الأدوات الرقابية. النهاردة كان في اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع المحافظين، وتم تحديد الزيادة في أسعار الميكروباصات والنقل اللي هو من 10 ل 15%، لا تتعدى ال 15%، ده جزء وهنتكلم عليه. لكن ايضا المحافظين ابتدوا ينزلوا في كل مكان، وابتدى ايضا نشوف الشرطه والخدمات الامنيه موجوده في مواقف الميكروباصات في كل مكان، بالذات في القاهره وفي المحافظات، وده مهم ان احنا نشوفه ونتمنى ان هو يستمر، مش بس اول يومين، احنا عايزينه يستمر اسابيع لحد ما نشوف الوضع عامل ازاي. فمحتاجين ان احنا تقوم الدوله بدورها الرقابي بلا تواني، لانه النهارده وقت الاستغلال. النهارده سواقين الميكروباصات بدل ما عايزين يزودوا التعريفة المواصله ويقسموها على عدد الركاب، هيبقى عايز يحمل كل راكب الثمن كاملا، ويبقى عايز يغلي بالاتنين جنيه والتلاته جنيه ويضرب في اتنين. سواق التاكسي الابيض النهارده قفل العداد وقال لك خلاص انا مش ناوي اشتغل باي بونديره لحد ما ترفعوا لي البونديره. الدوله محتاجه انها لازم تعلن بوضوح قرار بونديره التاكسي الابيض علشان نقدر كمان نعرف الناس تمشي بالتسعيره، لان ده وقت الاستغلال. وانا بعتذر يعني لكل سائقي الميكروباصات وكل سائقي التاكسي الابيض، لكن هذا وقت الاستغلال، ده الوقت اللي هيتضرب فيه كل حاجه في 3 و4. بعتذر. رغم ان مكون الارتفاع في البنزين او السولر هو مكون ضعيف جدا من تكلفة النقل او تكلفة الميكروباص او تكلفة التاكسي. إذن انا هنا عايزة دور الدولة كرقيب. القطاع الخاص محتاجين دوره، وانا عارفة ان القطاع الخاص دوره أو يعني عنده بيتكبل خسائر كتيرة، لكن مبادرة زي مبادرة اتحاد الصناعات دي مبادرة مهمة جدا. محتاجين القطاع الخاص يدرك إنه الناس مش هتقدر تتحمل كل ده، وإن هو هي قصة أواني مستطرقة، القادر يتحمل عن غير القادر. القطاع الخاص يقدر في المرتبات المنخفضة إنه يزودها بشكل أو بآخر، يزود بنسب معينة، يشوف كل واحد بيجي يعني مواصلاته زادت بقد ايه ويزودها. الناس القادرة، المواطنين القادرين اللي بيشغلوا ناس، سواء معاهم يعني سائقين، سواء معاهم ستاف، سواء معاهم كل الناس دي، تقدر انها تساعد الناس اللي تحتها. دي قصة الأواني المستطرقة، القادر هو اللي بيشيل عن غير القادر. نيجي بقى للمواطن. المواطن هيعمل ايه؟ المواطن محتاج ان هو مجموعة من الامور. واحد، انه يعيد ترتيب ميزانيته. انا عارفة ان انا بقول كلام قد لا يبدو منطقيا، لكن يبتدي يعيد ترتيب اولويات ميزانيته. اللي عنده عربية صغيرة يبتدي يفكر هنزل ازاي، والمشاوير، ويبتدي يقلل مشاويره عشان يقدر يتحرك. ونبتدي نفكر في اوروبا وفي امريكا بيشتغلوا بحاجه اسمها كاربول، يعني ما بينزلوش العماره كلها، لو نازله في مكان واحد بيركبوا مع بعض علشان نقدر ان احنا ما نتكبدش الزياده بشكل كلنا مضاعف. فكره وصلني معاك ونقسم التكلفه على 2 او نقسم التكلفه على 3، دي برضو بتساهم. كمان ان احنا لا نقبل بالاستغلال. طبعا أنا عارفة إن ست البيت اللي ولادها في المدرسة ولازم تجري لهم المدرسة وواقفين على باب المدرسة ولازم تاخدهم، مش هتعرف تتخانق مع سواق الميكروباص، ومش هتعرف تتخانق مع سواق التاكسي، لأنها لازم تجري تاخد ولادها، أو اللي رايح الشغل لازم يروح ياخد ولاده، رايح الشغل لازم يلحق ميعاد الشغل بتاعه. هنا لا تقبل بالاستغلال، والشرطة لازم تكون موجودة وقريبة في المواقف. واحنا النهاردة شفنا الشرطة موجودة في عدد كبير من المواقف في القاهرة وفي غيرها في المحافظات. الشرطة لازم تكون موجودة قريبة، لان انا مش هيبقى عندي وقت ان انا كمواطن اروح القسم واكلم حماية المستهلك. انا ما عنديش وقت، انا تحت ضغط الاستغلال قد ارضخ، لان انا عايز اجري، عايز الحق شغلي او الحق ولادي او الحق المستشفى او الحق اي شيء. إذن احنا النهارده
بنقول ان يوم الخميس اللي حصل ده مش مجرد بداية اصلاح اقتصادي، اللي حصل ده هو كسر تابوهات عصر وسياسة عبد الناصر، السياسة الاقتصادية الاشتراكية اللي كانت ربما في وقتها وفي تاريخها كانت جيدة جدا وكانت ممتازة وكانت بتواكب العصر وبتواكب العالم. هذه السياسة لم تعد نافعة الآن، هذه السياسة لم تعد تصلح للعصر الحديث، هذه السياسة خلاص ما ينفعش. والعمل بالسياسات المشوهة مش هيكمل. احنا لازم نكلم، لازم نفهم انه حان وقت العمل. الدولة تهيئ المناخ عشان الناس تشتغل، والناس لازم تشتغل اكتر بكتير. ما بقاش في بابا وماما، ما بقاش في حد هيأكلنا ويشربنا، ما بقاش دور الحكومة انها تأكلنا وتشربنا على الاطلاق. الحكومة من يوم الخميس دورها رعاية محدود الدخل، توفير الخدمات لمحدود الدخل ومتوسطي الدخل، وانها تقدم لنا خدمات محترمة، صحة وتعليم ومواصلات وطرق. هو ده دور الحكومة. خلاص الحكومة بتخرج تدريجيا من دورها القديم، بس لازم تخرج منه بجد. يعني لازم الحكومة ما تنافسنيش وتنافس القطاع الخاص في الانتاج، لازم الحكومة ما تخشش كمنافس وكمنتج، الحكومة لازم تكون فقط رقيب. خلونا نشوف بالظبط الأسعار بالنسبة للمحروقات زادت ازاي، لان ده كلام مهم، وحسبنا نسبه بالظبط، وهقول لكم حصل ايه، وهقول لكم التكلفة الفعلية للمحروقات كام، لان الدولة ما زالت بتدعم، وزنة الدولة لسه بتدعم المحروقات ولكن بنسب مختلفة. المشكلة اللي احنا مش فاهمينها انه نسبة الدعم ومعدلات الدعم زادت. زادت ليه؟ لان حصل طبعا ديفالويشن للجنيه. طيب خلينا نشوف اسعار المواد البتروليه ونسبها. يعني البنزين 80 اللي كان بجنيه و60 قرش، السعر الجديد بقى 2 جنيه 35 قرش، يعني زاد ب 46% تقريبا، 46.8%. البنزين ده كان تكلفته الحقيقيه 2 جنيه و60 قرش قبل التعويم، يعني دي التكلفه دي هتزيد، ده معناها ان الدوله لسه دعم البنزين ده بقيمه كبيره. بنزين 92 اللي كان ب 2 جنيه و60 قرش هيبقى ب 3 جنيه ونص، يعني زاد بنسبة 35%. ده معناها انه وتكلفته الاولى قبل التعويم كانت 4 جنيه و10 ساغ. حد يقول لي طيب ما هو كده زاد بنزين الغلابة زاد على بنزين اللي هو الاغلى. انت هنا ما بتعملش المعادله كده، هنسال وزير البترول بعد قليل، ولكن بتعمل معادله انت عايز تخفض فاتوره الدعم بتاع الدوله. بنزين 95 ده تحريق محرر، فبرضه محدش يقول لي هم ما جوش على بنزين 95، بنزين 95 بالسعر العالمي، ما يقدرش يعملوا اكتر من كده، هيغليه على الناس؟ ما ينفعش. وعلى فكره وقيمته قليله جدا. السولر من 180 ل 2 جنيه 35 قرش، يعني زاد 30%، وهو كان سعره التكلفة الحقيقية على الدولة 3 جنيه و20 قرش، يعني هنا في لسه فرق جنيه في السعر بتدعمه الدولة، واكتر كمان لانه بعد التحرير الرقم ده زاد. البوتاجاز احنا بنتكلم انه زاد، يمكن دي اكبر زيادة من 8 جنيه ل 15 جنيه، يعني زاد 87%، وده طبعا دي اكبر زيادة عندنا. خلونا نشوف بقى الارقام بتاعت الدعم قد ايه؟ الدولة بتدعم ايه، هي ارقام الدعم الحقيقية لأرقام الدعم الحقيقية للمحروقات. عندنا بقى مثلا بنزين 80 احنا بنتكلم بدعم لسه بعد 4 نوفمبر، احنا بنتكلم في 6 مليار، كانت دعم قبل 4 نوفمبر 2 مليار ونص، احنا بنتكلم في 6.3 مليار، لسه بندعم بنزين 80 ب 6.3 مليار، بنزين 92 كنا بندعمه ب 3.5 مليار، زاد بقى 6.9 مليار، 9.10 مليار. السولار بقى بندعمه بعد ما كان ب 16 بقينا بندعمه ب 30 مليار جنيه، المازوت بندعمه بمليار و7 من عشرة، البوتاجاز بندعمه، كل دي أرقام زادت على الموازنة. يمكن المواطن يقول وأنا مالي، أنا مالي، أنا مهم دخلي، أنا مهم حياتي، أنا المهم، أنا أعمل إيه؟ أنت تعمل إيه؟ أنت هتشتغل، الدولة لازم هتوفر لك فرص عمل زيادة،
محتاجين ان احنا نرشد استهلاكنا بشكل كبير، استهلاكنا للبنزين، استهلاكنا للمحروقات. لما اسعار الكهرباء غليت احنا ابتدينا نرشد استهلاكنا في الكهرباء، كل ما بنحس ان سعر الحاجه بيغلى نرشد استهلاكنا. لكن الدوله يجب ان تلعب دور الرقيب، ولازم اشوف الدوله دي بتعمل الدور ده، لانه مش يعني ما ينفعش ان المواطن يستحمل كل ده. انتوا بتقولوا للناس استحملوا، طيب الناس ممكن تستحمل، بس في مقابل ذلك انا لازم اشوف بدايه استثمار في التعليم، لازم اشوف بدايه استثمار في الصحه، لازم اشوف ناس بتشيل الزباله. يعني انا كمواطن محتاج ان انا اشوف الدوله طب هتعمل لي ايه. الدوله تقعد تقول لي استحمل 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 وهي ما بتعمليش حاجه. انا محتاجه اشوف الناس على الارض بتشتغل، بتشيل الزباله، تبتدي تشتغل على التعليم، تبتدي تشتغل على الصحه. محدش يقول لي ده لونج تيرم بلان وان ده لسه قدامه وقت طويل. محتاجين نحس بعائد فوري. بنستحمل لكن ايضا محتاجين المواطن محتاج يحس ان هناك عائد فوري لهذا التحمل. لكن التحمل الى ما لا نهايه ده مش منطقي. فكره ما لا نهايه مش منطقيه. المنطقي ان احنا نشوف عائد وعائد فوري لهذا التحمل. خلينا نشوف المواطنين في مواقف الميكروباصات والتاكسي الابيض، وهي المشكله الكبرى اللي دايما بعد اي تخفيض او اي تغيير لاسعار المحروقات بتظهر. سواقين الميكروباصات وسواقين المواصلات بيرفعوا الاسعار بشكل كبير، المواطن بيبقى مش قادر يدفع السعر الكبير. هنشوف كيف كان المشهد النهاردة في كل أنحاء مصر. بعد قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية أمس، ارتفعت على إثرها التعريفة الخاصة بسيارات السيرفيس، مما أثار حالة من الجدل بين السائقين والركاب. فالأجرة أن تزيد ربع جنيه ونص جنيه والكلام دوت، برضه هي مش هتبقى نص جنيه مش هتبقى مجازية، وربع جنيه مش هتبقى مجازية. وليش؟ أخيرا ما التقدير بربع جنيه، بكرة بقى نص جنيه، خلاص يبقى باتنين جنيه. طب أنا ذنبي إيه في الموال؟ أنا راجل على باب الله بركب ميكروباص، ما بركبش ملاك عشان يزيد عليا انا الاجره دي. بركب بسبعه جنيه رايح وبسبعه جنيه جاي، دلوقتي بقى تركب بعشره جنيه رايح وبعشره جنيه جاي. المشكله مش في البنزين ولا الجاز بس، المشكله قطع غيار غليت والزيت غلي، كل ما بتروح لميكانيكا او صنايعي كل حاجه غليت. سواق الميكروباص زيه زي مواطن، هو غصب عنه اتاثر بالبنزين والسولار. الامر لم يختلف كثيرا عن سائقي سيارات الاجره، خاصة بعد رفع أسعار الغاز والبنزين، حيث اضطر أغلبهم لوقف التعامل بالعداد وتقدير الأجرة جذافيا. ممكن بقى ما يدينا مثلا من هنا ل 100 عقبة يقول لي 15 جنيه، من هنا ل 100 عقبة وأقول له العداد كذا يقول لي لا هو كده. الزبون اللي بيقول لي عداد بقول له لا لما التعريفة تنزل ما بيشغلوش. سألنا كذا ظابط في كذا مكان، يعني قال لك وقفوا العداد لغاية ما التعريفة بتاعتكم تنزل. أول ما تركب مع الشاغل عداد يقول لك لا مش شغال بايظ تدفعه. اول ما توصل المكان دوت يختلف معاك، يا عم انا بدفع 20 25 لا ده ب 30 جنيه ب 35. سعر المتر اصلا كان ب 45 قرش بقى ب 110، ماشي زياده حوالي 120%، والحكومه زودت كل القصه حوالي 5% في الاجر، وقلنا مفيش مشكله والدنيا ماشي. بعد كده دلوقتي بقى ب 160 قرش، يعني زاد حوالي تقدر تقول مثلا 50% كمان. الحكومه بقى المره دي ما اتدخلتش، سايبانا ناكل في بعض بقى، نتخانق نمشيها خناقات نمشيها ايه مش عارف. قرار الحكومة برفع أسعار الوقود ربما ظهر تأثيره جليا ليس على قطاع المواصلات فحسب بكل تأكيد، ومع غياب الرقابة على الأسعار يبقى المواطن دائما هو الضحية. خالد جمال، هنا العاصمة. اهلا بكم من جديد. زي ما قلت لكم احنا هنتابع التغطيه النهارده من الان وحتى الثانيه عشر من منتصف الليل. اخر ساعه هتكون على سي بي سي اكسترا علشان نتابع معاكم هذه الانباء. احنا هنكون موجودين في كل المحافظات، هنتابع اسعار تعرفه الميكروباصات في كل المحافظات، وهناخد تليفوناتكم، هنعرف ايه المشكلات ونحاول. انا اخر حاجه بس ما قلتهاش في المقدمه هو ان احنا علينا دور كإعلام، احنا علينا دور الرقابة أيضا، احنا هنساعد الدولة في هذه الرقابة، احنا هنكون صوتكم اللي هنوصله للدولة، احنا هنساعد في ان هذه القرارات تتنفذ بالشق العادل ولا يتم فيها مغالاة، فاحنا هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نساعدكم وان احنا نكون صوتكم اللي بنوصله للدولة، وان انتم ما يكونش صوتكم ضايع في الهواء. طيب معي السيد وزير البترول المونستر الملا، مساء الخير.
مساء الخير يا استاذه لميس. اهلا بيك. يعني اهلا بيك. اولا خليني ابدا بيه ان انا اسال حضرتك، يعني هل، وانا قلت ان انه ما زالت الدوله تدعم المشتقات البتروليه، عايزين نعرف بتدعمها بكام ونسب الدعم دي لسه مستمره قد ايه يا سياده الوزير؟ والله يمكن حضرتك فعلا عرضتي جزء من الارقام بتاعت الدعم، لكن هو الحقيقه هو فلسفتنا في جميع الاحوال احنا كحكومه ان احنا مش بنتكلم على ان احنا هنرفع الدعم عن المحروقات، هي الفكره ان احنا بنوجه او بنرشد الدعم، دي كانت الفلسفه الاصليه في الموضوع، وما زال ان احنا لغايه النهارده احنا يمكن زي ما حضرتك عرضتي ان احنا لسه متمسكين بان احنا ندعم، ولكن هنواجه اسلوب الدعم باسلوب مختلف شويه. صحيح دلوقتي نتيجه فرق العمله ومساله التعويم رفعت طبعا جزء كبير جدا من التكلفه بتاعتنا، مما ادى ان احنا طبعا كان لازم ناخد برضو موقف او اجراء تصحيحي، والا كان هتبقى الفجوه هتبقى كبيره جدا وهتمثل اعباء كبيره جدا على موازنه هيئه البترول وبالتالي على موازنه الدوله. من هنا برضو ارجع تاني للسؤال الاصلي فيما يتعلق بارقام الدعم نفسها. احنا الحقيقه كنا حاطين في الموازنه التخطيطيه 35 مليار جنيه، واحنا كنا قافلين سنه 15-16 اللي هي خلصت في 30/6/2016 كنا مقفلين الميزانيه على 51 مليار جنيه. لما حطينا الموازنه بتاعه 16-17 اللي احنا فيها دي دلوقتي حطيناها على 35 مليار جنيه، وده طبعا كان بالتنسيق مع وزاره الماليه فيما يتعلق بان احنا حاطين طبعا بعض اجراءات وحاطين تصورات لسعر الصرف اللي ما كانتش طبعا تتجاوز 9 جنيه وقتها، ولا اسعار برنت اللي كانت محطوطه في حدود ال 40 دولار. اللي حاصل دلوقتي بعد تعويم الجنيه في حصل زياده طبعا ل 4 جنيه 4 جنيه ونص، هتؤدي الى الزياده اللي احنا لما حسبناها طبعا احنا النهارده فات من السنه تلتها فات 4 شهور، وبالتالي احنا عندنا جزء فعلي من العام تم تنفيذه على 8 جنيه 88 وعلى اسعار تتراوح بالنسبه للبرنت في حدود طلعت ونزلت، لكن طلعت في النهايه المتوسط الاربع اشهر دول بالنسبه لنا يعملوا حوالي 45 دولار في برنت. خلاصته انه الاكتوال او الفعلي بتاع التقفيل الربع الاولاني مع المتوقع الفوركاست لاخر السنه طبقا للاسعار الجديده دلوقتي لما وصلنا ل 13 ونص بالنسبه للدولار فيرسس الجنيه يؤدي ان احنا بنشوف انه الدعم هيوصل في حدود الرقم اللي حضرتك وضحتيه اللي هو في حدود 64 مليار جنيه. يعني حضرتك بتقول لي انه انه اجمالي الدعم دلوقتي احنا بنتكلم بدل ما كنا مستهدفين 35 مليار جنيه برغم التخفيض اللي حصل في الدعم احنا واصلين 64 مليار جنيه نتيجه امرين، نتيجه طبعا ارتفاع اسعار البترول ونتيجه كمان الديفالويشن اللي حصل او خفض سعر الجنيه. مظبوط مظبوط. طبعا ضعف كده تخيلي بقى حضرتك لو ما كناش اخذنا هذا الاجراء، الاجراء ده عمل لنا حوالي 22 مليار جنيه، يعني في ريفينيوز او ايرادات سنحصل عليها بمقدار 22 مليار جنيه، لكن ده لو كنا واخدين السنه كلها، برضو بما اننا فات مننا ثلث السنه فيبقى بنتكلم في حدود 15 مليار جنيه اللي احنا وفرناه، يعني لو ما كانش هذا الاجراء اتاخد على ال 64 حطي ال 15 بقول لحضرتك عليهم كنا وصلنا الدعم ب 80 مليار جنيه. طيب خليني بس كمان اوضح الكلام يمكن بشكل ابسط شويه يا فندم للناس، هو انه يعني ناس كتير هتقول لك وانا مالي بموضوع عجز الموازنه ده موضوع يخصكم الدوله هي تعمله، بس اللي انا عايز اقوله للناس هنا هو انه لا، الدولة ما كان مش هدفها الوحيد هو خفض عجز الموازنة، لأنها آدي عجز الموازنة زاد 30 مليار جنيه برغم الخفض، فالهدف الأساسي هو أن أنت تخلي العوامل الاقتصادية اللي داخلة في الميزانية بتاعتك عوامل سليمة بقدر المستطاع، وأن الفلوس دي تاخدها تصرفها في حاجة تانية، لكن دعم المحروقات يا جماعة هنا زاد 30 مليار جنيه، فالهدف مش من الدولة أنها تخفض عجز الموازنة بس، الهدف ايضا هو ان انا اقدر استخدم الفلوس دي في حاجات اخرى وان انا اقدر احسن الـ الخدمات التانية. طيب مظبوط كده يا فندم؟ طيب. تمام. اسمح لي ان انا اسال في تفاصيل شويه يا سياده الوزير، يعني
الناس ممكن تقول، وانا هقول لحضرتك راي الناس كده، لو احنا بصينا هنلاقي ان بنزين 80 اللي هو البنزين الموجه للناس الاقل دخلا لان عربياتهم بتبقى صغيره زاد 46% او 46.8%، بنزين 92 زاد 35% بس. ليه ليه بنزين الغلابه زي ما بيقولوا زاد اكتر من بنزين الناس اللي عندها عربيات افضل؟ والله شوفي حضرتك، احنا طبعا يعني ما بنقعدش نجيب الكالكوليتر ونحسب كام في الميه وحاجات زي كده، لان طبعا لو هي الفكره بالنسب المئويه وبتتبص لها كابسولوت نمبرز مش يعني مش هو ده طريقه الشغل. احنا نشوف الجزء الحاكم عندي هو تكلفتي والاتجاه بتاعي او استراتيجيتنا ايه. فاقول لحضرتك احنا هبدا برضو من ناحيه ثانيه، احنا لما جينا وحضرتك ذكرتي على البنزين 95 وقلنا ان احنا حررناه، فالناس قالت او حضرتك تقولي طب احنا مالناش دعوه بحررناه، لا هو دي بدايه لسلسله من التحركات اللي احنا بنسعى لها، وزي ما حضرتك ذكرتي وده اللي احنا كنت بنقوله امبارح في المؤتمر الصحفي، الهدف من موضوع الدعم هو ترشيده وليس ان احنا نشيله خالص او نرفعه. فلما نيجي نتكلم على المنتجات بصفه خاصه فبقول كالاتي، احنا اول خطوه خدناها ال 95 قلنا حررنا، بعد كده يبقى معنى كده حضرتك هتشوفي بعد كده اليات مختلفه، الناس في القريب هتبص تلاقي انه البنزين ال 95 مره بقى ب 7 جنيه، مره بقى ب 6 جنيه ونص، مره بقى ب 5 ونص. يعني انا يا فندم حضرتك بتقول لي ان انا هبقى زي بره بشوف البنزين بيعلى وينزل زي بره؟ ده 100% ده الغرض من مساله ان تحرير سعره، يعني انتوا مش هتشوفوه تاني على الليسته بتاعتنا ننشرها في الارقام الدعم، ومش هتبقى مسؤوليه من مسؤوليات اللي احنا بنتكلم يعني متفوضه فيها الوزاره وهيئه البترول، بتحط اليات علشان خاطر تدخل فيها اليات السوق الحر العالميه، لانه منتج من امتى يا فندم هيبتدي تطبيق هذه الاليات؟ احنا دلوقتي بقى احنا اخذنا يعني اعتبارا من 4 نوفمبر اللي هو تاريخ اصدار هذا القرار مع كل المنتجات الاخرى، كان من ضمنه سطر بيتكلم عن 95 يعتبر ان هو افكتيف ناو. هنحط بقى لسه الاليات وهنبتدي نشتغل فيها مع شركات التسويق اللي بتشتغل في السوق، ونبتدي نتكلم في هذا الامر بحيث ان هو يبقى زي الدول العالم الاخرى. ودي انا عايز اقول ان دي خطوه اولى طبعا سبقتها قبل كده، لو حضرتك برضو نتكلم في شق عشان كنا بنتكلم في العربيات النقل والسيرفيس والميكروباصات اللي هو الزيوت، زيوت المحركات، زيوت المحركات النهارده جزء من المنتجات البتروليه، ولكن الجزء ده تم تحريره من عده سنوات، بمعنى ان النهارده لما حضرتك بتروحي العربيات بتروح تغير الزيوت بتاعتها في اي محطه في اي شركه من اي نوع ما بتدخلش في لسته، يعني ما فيش قائمه انا بتدخل فيها، هم بيسعروها زي ما هم عايزين، فده تحرير. الجزء الثاني زي ما بقول لحضرتك 95 ان شاء الله بنبتدي نعمل اليات فيه ونبتدي نعلن عنها، طبعا مش هيبقى في شفافيه، لكن انا عايز اقول ان هي مش هتبقى خاضعه هتبقى خاضعه للسبلاي ديماند. والحقيقه الهدف بتاعنا ايه؟ احنا عايزين نرقى بالمستوى من حيث تقديم خدمه المنتجات. حضرتك شفتي مؤخرا ان كل العربيات الحديثه بصفه عامه ما بتقدرش تشتغل باقل من بنزين 95، ولكن رغم ذلك انه الناس برضو بتشوف المنتجات الاخرى افيلبل وسعرها ارخص فبتبوظ العربيه وبعدين يرجعوا يشتكوا. الحاجة الثانية ده جزء احنا لا بنقول بقى البنزين ال 92 احنا بنتكلم عليه، البنزين ال 80 الهدف منه ان هو في حاجتين، احنا اولا ربطناه لو حضرتك تشوفي بسعر السولار، لو حضرتك عشان كده ده اللي مخليني ان انا مش قادر اوطي او اعلي اكتر من كده فيه، ان انا ربطه بسعر السولار، هما الاثنين بقوا 2.35. ليه؟ لان لما بيبقى واحد فيهم اقل من الثاني بسعر اكبر بتبص تلاقي الماركات اللي هي بتشتغل بالذات في النقل زي الميكروباصات او التاكسيات يقلب الموتور او يغير الانجن بتاعه او يبتدي يتكلم على انه هغير المحرك بتاعي لهذه الوسيله، فاحنا حبينا هم مرتبطين ببعض بقدر كبير. الحاجه الاخيره اللي حضرتك ما ذكرتهاش وما طلعتش على الشاشه وانا بس احب اقولها وكانت داخله في التسعير عندنا هو غاز الطبيعي للسيارات، وده كان حاجه مهمه جدا، وده زي ما بقول لحضرتك توجهنا في الاستراتيجيه بتاعتنا العامه لموضوع الدعم. ايه غاز السيارات عملنا فيه ايه؟ غاز السيارات النهارده كان بجنيه و10 ساخ برضه نتيجه التكلفه والكومبوننت اللي احنا بنتكلم فيه اللي اثر عليه الدولار، رفعناه ل 160 قرش. لما نقول ان هو بقى ب 160 قرش مع لما نقارنه اول منتج بنزين هو ال 80 اللي هو الناس بتحول من البنزين بتحول لغاز، بقى الفرق 75 قرش، هنا بقى مشجع
ومحفز لصاحب المركبه البنزين 80 ان هو يحول المكنه بتاعته او يدخل فيها غاز طبيعي بحيث ان هو عشان يبقى غاز طبيعي يبقى انا حفزته ووسعت الفجوه. قبل كده كانت الفجوه 50 قرش بس ما كانتش كفايه. نمره 2 يعني برضو انا بكمل حضرتك عشان تبقى الصوره واضحه لكل الناس انه طب ليه انا بتوجه برضو هذا التوجه، لانه انا زي ما حضرتك شايفه وسمعتي وشفنا احنا الكلام بنتكلمه ان احنا ان شاء الله في غضون الكام سنه الجايين احنا هنبقى ان شاء الله اكتفاء ذاتي وعندنا سيربلس من الغاز الطبيعي ان شاء الله. وبالتالي احنا بنوجه برضو لان احنا مش بس النهويه وقود نظيف وفريندلي للبيئه، ولكن ايضا بيكلفني انا كشعب وكبلد اقل. طيب. اقل بالظبط كده. دي نمره 2 يعني واخد بال حضرتك، فادي ده التسلسل في ربط المنتجات ببعضها. انا بس عايز ارجع اسال تاني عشان الناس تفهم بشكل اكتر سياده الوزير. اذا اللي عندي البنزين المحرر تماما اللي هو بنزين 95 اللي هو تم تحريره تماما، ده هنبتدي نشوفه بيطلع وينزل طبقا لاسعار السوق العالمي مظبوط كده؟ خلاص هامش طبعا بقى للشركات اللي بتبيع ماشي، بس هنبتدي الاول مره نشوف بنزين 95 بيطلع وينزل طبقا لاسعار السوق. هل طبعاً بقيه البرودكتس بقيه المحروقات هنشوف نفس التحرك ولا لسه لانها لم تحرر بشكل كامل؟ لسه طبعا، ولكن احنا يمكن حضرتك ما ده الجزء الثاني بقى اللي كنت عايز اتكلم فيه، ان احنا طبعا احنا بما اننا بنتكلم على اصلاح شامل واصلاح كامل للاقتصاد والمنظومه بتاعتنا والجلوباليزيشن، وان احنا برضو جزء من العالم، وان احنا بنتكلم على ان احنا لما بنقول في دعم وبنرشد الدعم بتاعنا بل بالعكس بنوجهه بس باساليب زي ما قلنا السيفتي نتوركس بتاعت السوشيال سيفتي نتوركس والحاجات اللي بنعملها دي الكفرج بتاعت التغطيات الاجتماعيه الحمايه الاجتماعيه اوكي، وبقيه الفلوس بتروح فين؟ بتروح في التنميه والانفراستراكشر. وانا النهارده بالنسبه لي كقطاع بترول لازم انمي واشتغل في سداد بالمحطات الشرطه معامل التكرير محطات التموين شبكات الخطوط والمستودعات وخلافه عشان احسن واوفر المنتجات واقدم خدمه كويسه. سياده الوزير البوتاجاز يا فندم معلش انا هقطع حضرتك، البوتاجاز البوتاجاز ده مهم جدا بالنسبه للناس، البوتاجاز اساسا ما كانش بيوصل للناس ب 8 جنيه، هل ازاي هتضمنوا ان يوصل للناس ب 15 جنيه مش ب 30 مش ب 50؟ احنا عايزين بس فكره الرقابه هنا علشان يوصل للناس على الاقل بالسعر اللي انتوا طلعتوه ده. مظبوط، هو ده النهارده من ضمن الكلام اللي كان تم الحديث فيه في مع مجلس المحافظين النهارده برئاسه السيد رئيس الوزراء، وزي ما حضرتك ذكرت الجزء الخاص بتعريفه النقل للميكروباصات والنقل فعلا ده اللي تم، وتم الاتفاق في النهايه على حدود من 10 ل 15، رغم ان الكومبوننت او العامل الخاص بس بالوقود ما يزيدش عن 7-8% في التعريفه، ولكن بقيه الارقام احنا قلنا علشان خاطر هيقولوا في حاجات مرتبطه بالاستيراد زي قطع الغيار والكاوتش والزيوت وخلافه، فديناهم مارجن ان هو يبقى اب تو 15%. ده بالنسبه لنا. نيجي بقى بالنسبه للبوتاجاز نفس الشيء، وقلنا ان هو في بيبقى كل محافظه بيبقى ليها سيستم لانه بتتفق على انه على باب المستودع المواطن ممكن ياخد الانبوبه ب 15 جنيه، لكن ممكن لما يوصل لموضوع الدليفري ويبقى فيه نقل وترانسبورتيشن من منطقه لمنطقه برضه في الزون بتاع المحافظه في كل محافظه في كل مركز بيدي رينج لل يا فندم بحيث تبقى 3 جنيه 2 جنيه زي ما هيكون أيوة. بخلاف اشرافنا ده بالتنسيق طبعا، ما انا هقول لحضرتك ده بالتنسيق طبعا الانفورسمنت نفسه بيبقى من خلال مباحث التموين وشرطه التموين علشان خاطر يتاكدوا ان ده يحصل. يا فندم عايزه طبعا توعيه للمواطن. كل ده كان موجود يا سياده الوزير السنين اللي فاتت، وكان الارقام بتوصل والناس بتقف على المستودعات، وانت عارف مشهد المستودعات الشهير. ليه ما نعملش شركات للشباب مثلا تشغل شباب ويبقى فيها توصيل البوتاجاز؟ يعني لابد من آلية مختلفة علشان أنا أقطع في النص السماسرة اللي بيوصلوا الأنبوبة أحيانا ل 70 و80 جنيه. لا على فكرة كلامك مظبوط فعلا، هو فعلا في برنامج اللي هو خاص بشباب الخريجين وده بيبقى لهم حصص وبياخدوها وده برنامج موجود فعلا وده مظبوط. جزء تاني هو من خلال شركاتنا اللي احنا عندنا شركة توزيع اسمها بوتاجاسكو غير بتروجاز ودي موجودة بالإضافة إلى المستودعات بتاعة القطاع الخاص، لكن هي كل من الفكرة انه مش عايزة شك انه لو السلعة موجودة متوفرة مش هيبقى فيه مشكلة، وبعدين المواطن بيشوف يعني برضه بيشوف راحته ساعات ان هو النهارده لما يبقى قاعد مرتاح وبيسمح ان الراجل يجيبها له العامل ويديله عليها 2 جنيه 3 جنيه زياده
ما بيبقاش في مشكله، ما هو برضو كل مواطن بيبقى بيشوف كما ترى له، لو كان عايز يبذل شويه مجهود ويتعب هيروح هناك المستودع ياخدها، لكن على باب المستودع ما فيش مناقشه، دي رسمي 15 جنيه. ما هو باب يعني المستودع ده العذاب بعينه، باب المستودع ده يعني حضرتك عارف باب المستودع ده اصعب جزء، وبالتالي اتفضل بيبقى في مشكله. لكن الحقيقه يعني لما في مشكله، وبعدين يمكن الصور اللي حضرتك عرضتيها دلوقتي من ورا دي، ده بعض المواقف وبعض الظروف. احنا الشتاء اللي فات ده كان شتاء كويس، ما حصلش فيه مشاكل، جاء شويه حاجات كده هو قبل العيد الكبير، انما كان برضو مرتبط بعده عوامل اخرى ملهاش علاقه بالموضوع اللي احنا فيه دلوقتي. انما بصفه عامه الكلام مظبوط، ان هو لازم طبعا يبقى في موجود معانا شركه باحث التموين ومعانا مفتش التموين، واحنا من خلال شركاتنا ومن خلال المنظومه تبقى متاكدين. وطبعا اهم من ده كله لازم المنتج يبقى متوفر، ما هو طبعا لو هو متوفر مش هيبقى في اي مشكله عشان يخلقوا ازمه وبالتالي يتحججوا برفع السعر. ليه البوتاجاز اكتر سلعه او اكتر برودكت اترفع 87%؟ كتير قوي. ما هو برضه احنا بنبص للرقم كنسبه، هو النهارده حقيقه زي ما حضرتك ذكرتي هو بالفعل يعني هو 8 جنيه اصلا دي يعني براكتيكالي ما كانتش متحققه على ارض الشارع، الا برضه زي ما بنقول واحد يقف على باب المستودع عشان ياخد الانبوبه، وكان علمنا بعد ذلك ان هو ما بياخدهاش بالثمانيه، بياخدها بالعشره، في 2 جنيه اوريدي راح. انما في جميع الاحوال احنا برضه من ناحيه ثانيه عايزين يعني لما نقول ان انا الانبوبه عندي بتكلفني 60 جنيه او حاجه زي كده، ما هو يعني مع الفرق اللي احنا بنتكلم عليه مع الديفالويشن اللي حصل، الانبوبه هتدخل في 75 جنيه، فالفجوه هتكبر، محتاجه انها تنزل شويه. اتصور برضو ان 15 جنيه يعني وفقا للحسبه والدراسه اللي احنا عملناها يعني ما هوش بالرقم الكبير، لانه النهارده حضرتك لما بتاخديها زي ما بنقول نسب مئويه، الانبوبه المفروض انها بتقعد في معظم البيوت شهر، وفي بعض اسر بياخدوا انبوبه ونص بالكثير في الشهر، فاستهلاكها مع الحسبه اللي احنا عاملينها يعني معقوله. بالاضافه ان انا بس عايز اوضح حاجه، ان احنا الحقيقه ان احنا بنستورد اكثر من 50% من استهلاكنا في البوتاجاز من استيراد خارجي 100% يعني. بعدين تكمله برضه اللي عايزين نقوله واستراتيجيتنا هو ايه؟ الاهم ان احنا نستكمل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وده هيرحمنا من موضوع انبوبه البوتاجاز، وده اللي احنا شغالين فيه. وفقا للخطه بتاعتنا. بشكرك السيد وزير البترول المهندس طارق الملا. اذا المعلومه اللي قالها لنا السيد الوزير انه دعم البنزين، دعم المحروقات لسه يعني تضاعف تقريبا في الموازنه الجايه ب 64 مليار جنيه وليس 35 كما كان مستهدفا، ده اول حاجه. تاني حاجه تحرير البنزين ال 95 هنشهد له ارتفاعات وانخفاضات زي السوق العالمي. ثلاثه انه هيبقى في رقابة على المنافذ بالذات منافذ البوتاجاز، وده أيضا ده موضوع مهم جدا، خلونا لازم هنتابع مع الحكومة كل هذا الأمر. طيب خلونا نرجع لي يعني خلونا نرجع للكريدت كاردز وللبنوك. والنهارده اسعار خلونا نعرف اسعار الدولار، واحنا زي ما قلنا لكم اسعار الدولار طالعه ونازله طبقا للعرض والطلب. يعني السي اي بي النهارده بيتكلم على واصل سعر البيع 15.75، الشراء 15.51، الاهلي 15.60، شراء 15، العربي الافريقي تقريبا زي السي اي بي، مصر اقل شويه 15.10، 14.95. معي على الهاتف الاستاذ هشام عز العرب رئيس مجلس اداره البنك التجاري الدولي. استاذ هشام مساء الخير. التفاوت في الاسعار بين البنوك بيرجع لايه يا استاذ هشام؟ لا احنا لسه في الاول يا استاذ لميس. يعني ده التفاوت ده ابسط حاجه، هو اللي لازم حضرتك تتوقعيه هو الحركه الشديده في الاسعار الفتره اللي جايه. احنا لسه ما ابتديناش نشتغل انتر بنك، هنبتدي نشتغل من يوم الاحد ان شاء الله، فالتوقعات تذبذب الاسعار هتكون عنيفه في الحقيقه. ده توقع يعني من سابق خبره في بلاد اخرى قامت باللي احنا قمنا بيه، فممكن تلاقي التفاوت دهوت هينتج عنه برضو تذبذب في الاسعار. بمعنى ايه؟ انك ممكن تشوف اسعار بتعلى اكتر من كده يا استاذ هشام وتنزل اكتر من كده هوت في نفس اليوم. يعني ما بقاش في توقعات انا شايف هيحصل كذا، لا انا شايف دي ممكن بعد 3 اشهر من النهارده. 3 اشهر؟ 3 اشهر من النهارده، يعني لحد ما يحصل ممكن تبقى قبل كده هوت، ف
فهي على حسب تفاعل السوق. بس انا عندي نوع من التفاؤل، لان احنا يعني اللي احنا شفناه اليومين اللي فاتوا بيدعوا للتفاؤل. يعني ايه اللي بيدعوا للتفاؤل بقى؟ هل ابتديتوا، لانه بنسمع انه لا لسه ما فيش حصيله دولاريه، الناس لسه ما بتبيعش. لا يا مش مساله حصيله، مساله الفرد البسيط لما بيجي يخش عند فرع البنك وعميل البنك او غير عميل البنك وبيجي يبيع لك، هي بدايه. والفكره مش فكره بيع بس، الفكره ان لما نحلل الحركه هي دي اللي دفعت زمايلنا في البنك نقول لك لا انا عاوز ارجع افتح الكروت مره ثانيه. يعني نتكلم بقى على الكروت سي اي بي، انتوا عملتوا ايه؟ احنا طلعنا حضرتك في البلاتينيوم الكارت اللي هو على حاجه كان الليميت عليه 17000 جنيه، احنا طلعنا ل 64000. والتيتانيوم اللي هو كان 8000 احنا طلعنا فيه 56000. فالارقام النقطه اللي حصلت في الليميت في استخدام بره مصر عالية في الحياة. حتى الجولد طلع من 6000 جنيه تقريبا لحد 24000، والكلاسيك من 3000 ل 24000. ففي قفزات حصلت في المبالغ ديت، لان احنا اخذنا في اعتبارنا التحرك في سعر العملة، زائد ان احنا عاوزين نفتح للناس اكتر من كده هوت. ودي اول خطوة في الحقيقة، تتبعها خطوات اخرى ان شاء الله، ولكن ده مش تصرف اداري اكتر منه تصرف من زمايلنا، ان هم شايفين ده وقتها انه يعمل كده هوت. الكلام ده يمكن بعتناه للعملاء من يوم الخميس اخر النهار بعد ما شفنا حركه السوق يوم الخميس، فاصبحت العمليه ابسط لينا نفتح الكروت للاستخدامات الخارجيه. واعتقد بعد الزملاء في البنوك الثانيه كمان زودوا مبيعاتهم بالكاش للناس اللي مسافره. هل هتخفضوا بقى العمولات شويه على الكروت؟ لانه خلاص احنا بنتكلم، احنا بنتعامل بالسعر الرسمي اللي هو السعر فلوت. كل ده جاي حضرتك، يعني اقصد انا عاوز بس يعني اوضح حاجه، ما ينفعش تعملي كل حاجه في 24 ساعه 48 ساعه. ما ينفعش خلفيه موجوده بقى لنا عشرات السنين بنشتغل بيها، ومشاكل موجوده بقى لها عدد سنين، خلاص طالما اخذت قرار كل حاجه هتبقى تمام بكره الصبح. لا بالعكس، هي البدايه طيبه وهتاخد وقت، ويمكن يعني تجارب الدول الاخرى زي ما بقول لحضرتك كده، هو في دول اخذت سنه واتنين، انا توقعي في مصر ان هو هتبقى اقل من كده بكتير ان شاء الله. بشكرك استاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس اداره البنك التجاري الدولي. وزي ما سمعنا البنك التجاري واصل ل 64000 في البلاتينم، وبيتناقص بقى بالنسبه للكروت. اذا ابتدينا نفتح الكريدت كارد، لان طبعا السعر تعاون، فبقينا زي سعر البنك. استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي، استاذ يحيى اولا قول لي على الشهادات اللي ب 20% وصلتوا لكام؟ كنتوا قايلين لي يوم الخميس انه الاهلي ومصر واصلين مليار، هل في حاجه بتحصل اوفر ذا ويكند ولا لا؟ لا، اوفر ذا ويكند مجرد ان احنا بناخد الطلبات للناس اللي بتقدم بيها، لكن التنفيذ الفعلي او الحجم كله هيبان اكيد من بكره الصبح. لكن من حجم الاتصالات سواء على الكول سنتر او الاتصال المباشر مع كل المديرين او كل مديرين الفروع، من الواضح ان هيبقى فيها اقبال شديد جدا. ناس كتير بالذات من المستثمرين منزعجين جدا من هذا الارتفاع في الشهادات، وبيقول ان ده بيقتل الاستثمار. هو ازاي يقدر هيقترض بكام اذا كنت انت بتقول ان عندك اضعف عمله في العالم وبتديها 20%؟ فانا عايزاك ترد على ده وتقول لي هل دي هتقعد لمده طويله ولا الايه؟ بالتاكيد لا، لان احنا لو بصينا حتى للترند في شهادات هنلاقي الترند اللي هي 18 شهر دي واخده 20%، الترند اللي واخده 3 سنوات دي واخده 16%. فده بيشير لك الى توقعاتنا الى سعر الفائده المتغير في المستقبل، وما اعتقدش ان دي هتبقى لفترات طويلة. واعتقد ان احنا لو رجعنا وكنا شفناها قبل كده سنة 91 ايام دكتور عاطف صدقي لما اتطبقت برضو وارتفعت سعر الفايدة ورجعت تنزل اوتوماتيك وسريعا، فاعتقد ان ده برضو ممكن يحدث في الفترة القادمة. يعني الناس بتختبر وانا اتكلمت معاكم في القصة دي يوم الخميس، الناس بتمتحن السيستم، بتروح تطلب دولارات، وممكن البنوك ما يبقاش فيها دولارات كفاية، لكن هل ممكن انه البنوك تبتدي تتعامل بشيء من مش عايز اقول الذكاء، ولكن لازم يكون في يعني تدي بعض الناس، يعني يبتدي انها توفر دولار للناس اللي رايحة تشتري دولار حتى لو كانت كميات قليلة علشان تثبت مصداقية السيستم، ولا ايه؟
انا هقول لحضرتك ملاحظتين. ملاحظه اولانيه ان احنا لما يكون دخلنا في اليومين اللي فاتت ده ازيد من 3000 عميل عشان يبيعوا لنا عمله، ده معنى كده ان الناس دي ابتدت تعرف طريقها الى البنوك. انا بتكلم على بنك واحد، فما بالك بكل البنوك الثانيه. فلما يكون 3000 واحد دخلوا عشان يبيعوا بال20 دولار وال100 يورو وال100 يورو وال100 ريال، معنى كده ان الناس عرفت طريقها الى البنوك. نمره 2، احنا ابتدينا مثلا كبنك اهلي ان احنا ادينا للناس المسافرين بعد ما كنا بنديهم 300 دولار رفعناها ل 1000 دولار. لو معاهم مستندات، معاهمش مستندات بياخد 300، حتى لو مش عميل البنك ومعاه مستندات بقى تدي له 300، وده في اول يوم واحد فقط. احنا لسه ما لحقناش السيستم زي ما هشام بيه قال ان احنا ده سيستم لاول مره بنطبقه في تاريخنا، وبالتالي 24 ساعه ليست كافيه. اعتقد خلال الاسبوع القادم هتشوفي حاجات افضل من كتير على مستوى الكريدت كارد، على مستوى رف، على مستوى العمليات الاعتمادات والبوارس والكلام ده، كل ده اكيد حضرتك هتشوفي تطور كبير هيرضي الناس ان شاء الله خلال الفتره. والناس اللي بتروح على الشباك تطلب تشتري دولار دي، يعني هل هنقدر نوفلها الدولارات دي ولا كل لازم لو اساس التعامل في مصر المفروض ان هو بالجنيه، لكن اللي بيحتاج دولار ده بيحتاجه الغرض، سواء للسفر، سواء للتعليم، سواء للعلاج، كل ده ان شاء الله هنوفره له. اللي مش محتاج خالص بنقدر نديله 300 دولار لانه مش باين احتياجه ليه، فبالتالي بقدر اديله 300 دولار لغايه ما اقدر اوفر بعد كده ان شاء الله. البنك الاهلي عمل ايه في الكريدت كاردز؟ برضو البنك الاهلي ان شاء الله احنا بكره هيبقى في اجتماع برضو في اتجاه ناحيه برضو دراسه الزياده الثاني الحدود تدريجيا، لان خلاص العميل بقى يستخدم الحد بنفس السعر اللي هو في السوق، فبالتالي مش محتاج ان انا احافظ على المكان يتم من سوء استغلال من جانب بعض العملاء خلال الفتره الماضيه. عندكم حصر بالتدفقات الدولارية؟ يعني الناس اللي بعت لكم بقيم قد إيه؟ يعني في حصر بالقيمة؟ حضرتك هو الحصر ما ينفعش جمعة وسبت، ده اللي بيجي بيها هو بيبيع 100 دولار، بقول لك 20 ريال، مبالغ بسيطة جدا، لأن ده هو ده طبيعة الكاستمر دوت. لكن مع العمل يوم الأحد هتبتدي طلبات العملاء اللي هم مثلا عندهم حصيلة تصدير في حساباتهم، عندهم حصيلة سياحة في حساباتهم، كل ده لما يتقدم للتحويل ده اللي بيفرق بقى بكميات كبيرة وتقدر تبقى واضحه يعني. بشكرك استاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي. معايا ايضا الاستاذ نضال العصر الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي. استاذ نضال مساء الخير، عملتوا ايه في الكريدت كاردز بالنسبه للبنك المصري الخليجي؟ مساء الخير يا لميس، ازيك عامله ايه؟ اهلا بيك. اكيد زي ما زملائي استاذ يحيى واستاذ هشام اتكلموا، اغلبيه البنوك زودت الليمت بتاعت الكريدت كاردز في الخارج، احنا زودنا يمكن 6-7 اضعاف الكلام ده من اول بكره، فالحمد لله العمليه هتبتدي ترجع شويه بشويه زي الاول ان شاء الله يعني. هل انتوا يعني تقييمك ايه للتحرك الاخير، بمعنى انه الناس زي ما بقولك بتمتحن السيستم، عماله تختبر هعرف اخد دولار ولا مش هعرف اخد دولار، هعرف اجيب لو رحت هو سوق حر ولا مش سوق حر، تقييمك ايه؟ هل التدفقات لسه مش كتيره، لسه الناس ما بتبيعش للبنوك، هل ده بدايه يعني بطيئه ولا دي بدايه متوقعه يا نضال؟ بص يا لميس، انا عايز اقول حاجتين هنا. احنا بنك اقدر اقول لك يوم الخميس بعد الساعه 1:30 او 2 ظهر جالنا تقريبا 20 ضعف اللي جالنا قبلها بيوم. 20 ضعف يعني لو هتقولي اخر سهر المتوسط بيجي لنا رقم يوم الخميس لوحده جالي 20 ضعف يوم الخميس، دي اول مره تحصل من مده كبيره جدا. عملاء كتير يعني في عملاء شركات بسيطه يعني، حتى ده اول يوم لسه الناس، لان الانتعاش الخبر ده كان اظن على الساعه 11 او 12، فحصل فرق كبير جدا. دي نمره واحد. نمره اتنين، تسالني على تقييمي للموضوع. انا عايز افكر الناس، وانت عارفه يمكن انا اول مره اخش معاكي مداخله، انا ما بحبش مداخلات في التلفزيون خالص، لكن المره دي دخلت لان المره دي مختلفه، المره دي انا متفائل، انا عمري اتفائل بالشكل ده من سنين فاتت، وعايز افكر الناس كلها زي ما كنت بتكلم معاكي ب 2004. الناس نسيت اللي حصل في 2004. 2004 كان الدولار وصل 7.25 في السوق، وكان السعر الرسمي ده في اخر 2004، اخر كان السعر الرسمي اظن حوالي 6.25 او 6 جنيه. الناس كلها ساعتها كانت بتقول ايه؟ الدولار هيوصل ل 9.10 على يناير 2005، يعني الكلام ده من 12 سنه. جه دكتور فاروق العظيم طبعا وعمل اصلاحات كبيره جدا، ومحدش كان متخيل ان ده هيحصل. الدولار شفناه نزل، قعد ينزل واحده واحده لغايه ما كسر ال 6 جنيه ووصل خلال فتره الى 5 جنيه 29 بعد. فالناس دايما في مصر ما بتبقاش متخيله ان الحاجه طالعه ان هي هتنزل، لا هتنزل، وحصل كده في 2004 ده، مش بس حصل في بلاد اخرى، لا يا جماعه بصوا على اللي حصل في مصر،
من 12 سنة. الظروف كانت مختلفة ده طبعا، لكن في نفس الوقت البنك المركزي خد إجراءات مختلفة. في 2004 ما حدش كان مصدق إن السعر هينزل. كل الناس لو تفتكري في 2004 نفس القصة، ظروف مختلفة والبنك المركزي خد إجراءات مختلفة وإجراءات صح جدا جدا. إيه اللي حصل؟ شوية بشوية هيبتدي بإيه؟ بشوية بيع يوم الخميس، بشوية أفراد، شوية شركات، شوية بشوية الصندوق القرض الصندوق هيجي، هيجي مستثمرين. احنا أول مرة يكلمونا مستثمرين من برة بيسألونا على تفاصيل اللوجيستكس بتمشي ازاي، دي لأول مرة. فخلال الفترة الجاية طبيعي مع الوقت هيبقى في تدفقات مش بس من جوه مصر، من جوه مصر ومن خارج من المستثمرين ومن من من جهات ومؤسسات أخرى. هو ده اللي فعلا هيبتدي يحرك السعر بشكل مختلف. فالناس لازم تفتكر درس 2004، مفيش حاجة تفضل طالعة على طول، مفيش حاجة اسمها كده. وأنا فاكرة فعلا الدولار كان إيه؟ كان وقتها مقاوم بتلاتة وحاجة، مش كده يا نضال؟ الدولار في آخر 2004 كان سعره 7.25 في السوق السوداء. قبلها لا، الرسمي قبل ما نعمل الفلوتيشن. ده كان ساعتها أظن كان 4.80 جنيه، والله ما فاكر السعر قوي. لكن الرسمي وصل لغاية 6.25 قبلها بشوية، وقعد السعر ينزل بره لغاية ما نزل من 6.25 6 5.5 5.29 انا فاكر. بعدين وفضلنا على الخمسة دي مدة طويلة، قعدنا 8 سنين يعني اراوند 6 لغاية 2011. كل الناس ما كانتش فاكرة ان ده هيحصل، لكن حصل. ليه؟ لان الثقة رجعت. ده اللي بيحصل دلوقتي، الثقة بترجع بالراحة، تبتدي من مجموعة من الناس بعد كده بتزيد مؤسسات خارجية. ده نفس اللي هيحصل بالظبط بس بشكل مختلف وبإجراءات مختلفة، لان الظروف مش زي الظروف 2004، الظروف اصعب، وعشان كده اجراءات البنك المركزي كانت اصعب. بشكرك شكرا جزيلا نضال عصر الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخارجي. معايا ايضا سهر الضماطي نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني. سهر مساء الخير، عملتوا ايه في الكريدت كاردز لبنك الامارات؟ مساء النور. الحقيقه احنا في الفتره دي بندرس الموضوع بتاع الكريدت كاردز. احنا بقالنا 48 ساعه من يوم الخميس، وده موضوع النهاردة top notch بالنسبة لنا، وإن شاء الله في خلال يوم أو يومين هيبقى فيه تطورات كتيرة جدا. مدام لميس، الحقيقة أنا نفسي أعقب على الحتة بتاعت الانترست ريت أو الفايدة. تفضل. لأن أنا شايفة أنها مهمة جدا. أولا أن ارتفاع الفايدة لل 20% وتخوف بعض الناس أن ده بيزود التكلفة الفاينانشلز المالية على الناس، لا يعني إحنا لازم نبص لها من كذا حتة. الحتة الأولانية إن النهاردة أي شركة ما بتعملش دورة إنتاجية واحدة، لا، في شركات تعمل operating cycles أو دورات إنتاجية 5 10 20. فأنا لو جيت قلت أنا في المتوسط النهاردة مثلا الشركات عندي المنتجة بتعمل 5 دورات وأنا حصل عندي زيادة في الفايدة حوالي 3-4%، يعني معناها المارجن الإنكريز أو التكلفة الزيادة اللي حصلت على الإنتاج، التكلفة المالية للإنتاج أقل من 1% أو 1%، فده في حد ذاته ما يقلقش كتير بالنسبة للناحية الإنتاجية. النقطة الثانية اللي أنا شايفها مهمة جدا، إن أنا نتيجة إن أنا عملت فرق ما بين الفايدة على المصري والفايدة على الدولار، فأنا كده خليت الناس أشجعها إنها تدخل إنها تستثمر في المصري، فأعمل طلب على الجنيه المصري، فده في حد ذاته برضو كويس جدا. النقطة الثالثة المهمة ان النهاردة دور البنك المركزي او السياسة النقدية في مصر مبني على ايه؟ ان انا بعمل استقرار في الاسعار، احد الادوات هي الفايدة، وبالتالي علشان يقدر ان هو يسحب السيولة ويعالج التضخم فلازم كان يعلى بالفايدة. صح. وهي الحقيقة فترة مؤقتة اعتقد بعد كده ممكن تنزل. طبعا بشكرك سهر الضماطي نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبي الوطني. اذا احنا عملنا لكم جوله بين عدد كبير من البنوك كلها بتفتح حدود وبتضاعف حدود الكريدت كاردز، بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، لانه خلاص السعر بقى زي سعر السعر العادي اللي هو سعر الديفالويتد او السعر اللي موجود في السوق. هنتوقع ايه زي ما الاستاذ هشام عز العرب؟ ما نقدرش نتوقع بوضوح، ولكن من بكره احنا هنتوقع اوفر شوتينج، يعني ممكن الاسعار تعلى بشكل كبير وبعدين تنزل. يعني ارجوكوا ما تقلقوش، احنا مش عايزين حاله القلق وحاله البانيك اللي موجوده في السوق، انه والله ده اصله كان نزل وصل ل10 قبلها، ما هو ده نزل برضو حالات من البانيك اللي كانت موجوده في السوق. احنا دلوقتي بنتكلم على انه الاسعار دي ممكن تعلى فوق ال16 عادي جدا. تذكروا 2004 زي ما نضال قال، 2004 واحنا كنا موجودين في هذا الوقت، انا ونضال دكتور فاروق كل الناس اللي كانت بتشتغل في القطاع المصرفي دي كانت موجوده.
شفنا ده بيحصل بعنينا. كان الدولار بثلاثة أو بأربعة في الرسمي، لما حصل الفلوتيشن طلع لسبعة ونص وقعد شوية في سبعة ونص، وبعدين ابتدى يرجع لحد ما استقر فوق الثمان سنين عند الخمسة جنيه نتيجة تدفقات استثمارية. وبالتالي لما يطلع فوق الستاشر ما يجيلناش بانيك، ما نتفزعش نقول لك الله هو عمل ايه، خربتوا بيتنا، ضيعتونا، ايه اللي انتوا عملتوه ده. لا، ما يجيلناش بانيك، احنا لسه لازم يكون دي سياسة النفس الطويل، هذا سيستم، ده نظام لسه بيتحرك. كمان ما نقعدش نحسب هو في تدفقات مالية ولا ما فيش تدفقات مالية، نسأل ونتابع، لكن ما نحسبهاش بالشكل ده. الناس بتاخد ثقة بالتدريج، الثقة في النظام بتأتي بالتدريج وبتأتي بإحساسنا بأن النظام واثق وبأنه محافظ البنك المركزي ثابت وبأن القطاع المصرفي على قلب رجل واحد، وأظن ده موجود. وبالتالي ما نخافش، ما نترعبش، هنشوف أسعار أعلى من كده، هنشوف أسعار توصل لفوق، وأنا بقول أهو من دلوقتي عشان البانيك والفزع ما يجلناش، هنشوف أسعار أعلى من كده، لكن ده مش معناه أي حاجة. نهدى كده، نرسى، ما نخافش، ما نجلناش حالة بانيك، ونعرف ان ده نظام بيتحرك لسه الدورة بتمشي بالراحة شوية. مرة اخرى تذكروا 2003-2004، انا كنت موجودة في هذا التوقيت، فاكرة حصل ايه، كنت صحفية صغيرة، فاكرة كويس جدا حصل ايه في هذا التوقيت، وكنت بتابع ده بدقة. خلونا نعرف المصريين في الخارج الرياكشن عندهم ايه وبيعملوا ايه، لانه احنا فاكرين ان كان في السماسرة كانوا بيشتغلوا اساسا على المصريين في الخارج، وان تحويلات المصريين في الخارج في الفترة اللي فاتت انخفضت بشكل كبير، وده احد اسباب انخفاض العائد الدولاري اللي عندي في الموازنة. من جدة الاستاذ صلاح يوسف، المنسق العام لاتحاد الجاليات المصرية في الخارج. أستاذ صلاح مساء الخير، إيه الوضع عندكم؟ السماسرة أخبارهم إيه؟ أنتوا بتفكروا إزاي؟ تحياتي لك يا أستاذ لميس. طبعا هذا القرار تحرير سعر صرف الجنيه قوبل بارتياح شديد، خصوصا من الإخوة العرب المستثمرين ورجال الأعمال. وبالنسبة لنا احنا كمصريين في الخارج، لأن احنا عانينا خلال الفترة الماضية ومن حكاية السماسرة والإخوان وبعض رجال الأعمال اللي كانوا وشركات السياحة، الآن أقدر أقول ب 97% 98% الموضوع ده انتهى خلال من 48 ساعة تحديدا. بالاتصال مع الإخوة رؤساء الجاليات برضو أكدوا أن القرار قبل بارتياح، نحن ندعم الدولة المصرية. هل السماسرة بيعلوا يا صلاح؟ يعني هل السماسرة؟ لا 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 إطلاقا، خلاص يا فندم ما بقاش في ده. يعني لو هو في البنك ب 16 يقول له أنا هاخده منك ب 17؟ لا لا لا، ما فيش يا فندم، ما فيش، لأن كانت في حملات توعية أصلا احنا عاملينها من شهرين وشغالين عليها والناس كلها هنا متجاوبة. حضرتك الفرق السنة دي أن تحويلاتنا توصل ل 16.5 مليار، من اللي البنك الدولي قال سنة 2016 المتوقع تحويلات المصريين في الخارج تتجاوز 25 مليار دولار. ده هم اللي لموا السماسرة والإخوان والتجار الدولار. إنما احنا دلوقتي هنشتغل ازاي في الخارج؟ دلوقتي بنوضح للناس ان هيطلع زي ما حضرتك تفضلت وقلتي ان السعر ممكن يطلع شوية، وحتى الكلام ده قالوه بعض الاصدقاء من سادة رجال الاعمال في الامارات تحديدا ومن الكويت ومن هنا في السعودية وفي البحرين، قالوا هيكون في فترة استقرار خلال اسبوع اسبوعين ماكسيمم شهر هيكون السعر مستقر تماما في مصر، ولكن القرار قبل بارتياح. وان شاء الله احنا في نية ان نعمل حملة تحويلات كبيرة على مستوى العالم، بحيث الضخ كله يكون عن طريق البنوك وما فيش دلوقتي سوق سوداء، وان احنا نكون عامل مساعد فعلا نقطع الموضوع ده، لان احنا تعبنا وعانينا خلال الفتره الماضيه من التجار والسماسره. ولكن ان شاء الله باذن الله التحويلات هتعود لحالتها الطبيعيه. اللي عايز اقول لحضرتك كمان ان البنك الدولي صندوق الانماء والاحصاء التابع للامم المتحده كان قال في 2020 تحويلات المصريين 2018 عفوا تحويلات المصريين في الخارج تتجاوز ال 35 مليار دولار. ان شاء الله باذن الله احنا كل الزملاء في الخارج متعاونين، كلهم ناس افاضل وطنيين محترمين،
وبنعمل حملات ولجان توعية على المواقع الإلكترونية عامة، وإن شاء الله احنا بدنا نشتغل عليها من دلوقتي إن شاء الله. وتابع معنا أستاذ صلاح عشان نعرف إيه التفاصيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح يوسف، منسق عام لاتحاد الجاليات المصرية في الخارج. إذن طبقا لكلام وإحنا الحقيقة استطلعنا مش بس رأي الأستاذ صلاح، إحنا كلمنا ناس في الإمارات، كلمنا ناس في الكويت، كلمنا ناس في البحرين، كلمنا ناس في عدد من الدول. بالفعل السماسرة محجمون، نتمنى إن هم يفضلوا محجمين كده، ونتمنى أنا مش عايزهم هم يحجموا، أنا عايزة وعي المواطن المصري اللي هناك، أنا عايزة إيد المواطن المصري اللي في الخارج. دلوقتي ما عندكش حجة، هتفرق كام؟ 50 قرش؟ هتفرق كام جنيه؟ أرجوك أقف معانا، أقف مع البلد. أنت بتقف مع مش بس البلد، أنت بتقف مع أولادك وبتقف مع نفسك وبتقف مع أهلك اللي أنت بتحول لهم الفلوس. ليه؟ لأن أنت إحنا مش عايزين الأسعار تعلى بشكل كبير، إحنا عايزين نعود بقيمة الجنيه لقيمة عادلة. اللي إحنا فيه ده 16 ده مش قيمة عادلة، القيمة العادلة كما قال البنك الدولي إحنا بنتكلم من 10 ل 12، لكن ال 16 دي مش قيمة حقيقية، دي قيمة فولاتايل، دي قيمة يعني ساخنة جدا نتيجة كل المضاربات اللي بتحصل. فنرجو انه انت تساعدنا والمواطن المصري سواء جوه مصر اللي بيتداول. عايز اقول لكم رقم مفزع جدا، الارقام للدولار المتداول في ايد الافراد في مصر كام؟ 40 مليار دولار. الارقام المتداوله للافراد في للدولارات وسط الافراد في مصر في بيوتهم في الخزن في الناس السماسرة السوق السوداء الناس أنا بتكلم هنا على الأفراد، ما بتكلمش على الشركات. أنت بتتكلم في 40 مليار دولار متداولة، هذه أرقام يعني إحنا يعني أظن إن إحنا متأكدين منها. 40 مليار دولار متداولة وسط إيدين الأفراد. ال 40 مليار دولار دي إحنا عايزينها تبقى موجودة، إحنا مش هناخدها منهم، إحنا بنقول إنها تدخل شرايين الاقتصاد، تطلع من الخزن، تطلع من البيوت، تدخل الاقتصاد المصري عشان دي محتاجينها. لما تعود الثقة، وهي الثقة بتتحرك تدريجيا، لما تعود الثقة الفلوس دي هتدخل، والفلوس اللي برة مع المصريين في الخارج هترجع. محتاجينكم معانا، ده جزء من دور المواطن. خلونا نسمع ما قاله السيد رئيس الوزراء حول في المؤتمر الصحفي بالأمس حول حتمية ان الإصلاح الآن. كتير بيسألوا وشمعنا احنا، وشمعنا احنا الجيل اللي بيعاني، وليه دلوقتي الحكومة قررت تغير دورها؟ لانه ما كانش ينفع نكمل بالشكل ده، ما كانش ينفع، كنا حننهار. بصوا على اليونان، بصوا على دول اخرى كثيرة، احنا مش محتاجين نصل لهذا المعدل من الانهيار، احنا بننقذ انفسنا قبل حافة الانهيار. بعد الفاصل هنتكلم بقى على الميكروباصات، ونرجع ننزل للناس في المحافظات، نشوف المحافظين بيعملوا ايه، نشوف مشكلة الميكروباصات، نقول لكم التعرفة او يعني تكلفة الفلوس اللي لازم تدفعها في كل المحافظات. هتدفع كام لو انت في القليوبية؟ هتدفع كام لو انت في بنها؟ هتدفع كام لو انت في البحيرة؟ هتدفع كام لو انت في القاهرة؟ هتدفع، لازم تعرف انت كمواطن هتدفع كام، ايه ارقام الشكاوى اللي انت هتتصل عليها علشان لو في مشكلة. والداخلية هتكون معانا في هذه الاتصالات. خلونا نسمع ما قاله السيد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالأمس، ونخرج فاصل ونرجع تاني. برنامج الإصلاح هو برنامج مصري بنسبة 100%. احنا لما قلنا في منتصف 2014 وتكلمنا عن الدعم، قلنا ان الدعم هنشيله في فترة زمنية في حدود 5 سنوات، وهنشيله بالتدريج، واحنا لم نأتي بقرار جديد، انما ده ضمن ما سبق أن تقدمت به الحكومة في ذلك الوقت. وإحنا بنعتبر أن الحكومات المتعاقبة كلها بتستكمل برنامج متكامل. الفترة دي لا تحتمل أن إحنا نأجل القرارات، رفاهية التأجيل مش متاحة، يمكن كانت متاحة في فترات سابقة في عقود سابقة، إنما إحنا النهاردة ما عندناش هذه الرفاهية. إحنا النهاردة ما نقدرش ناخد قرارات مسكنة، احنا بناخد القرارات المهمة، القرارات التي تنهض بالاقتصاد المصري وتتحرك به الى الامام. في سنة 77 حصل مشكلة عندما قررت الدولة او الحكومة ان تأخذ قرار فيما يخص الاسعار، وما اخذتش الحكومة في ذلك الوقت القرارات، وكانت النتيجة ان ارتفع العجز في سنة 80 ل 85 ل 18%،
ومن 85 ل 90 ل 23%، وارتفع الدين العام لحوالي 200% في سنة 88. احنا ما نقدرش نعمل كده ومش هنعمل كده، وقدرنا ان احنا ناخد هذه القرارات، وقدرنا الا نمرر الموقف الحالي، ولازم ناخد موقف علشان نتقدم الى الامام ويتحسن الاقتصاد المصري بتاعنا.